السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنكمل شرح منهج ديسكوفر أو اكتشف KG1 الترم الثاني، وطبعا ده الحلقة نمبر 9 أو رقم 9، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 3 أو الفصل الثالث Where can I buy أو أين يمكنني أن أشتري. وزي ما احنا عارفين في الشابتر ده بيكلمنا عن أماكن شراء الجودز المختلفة أو البضائع المختلفة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. يلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا انهينا المرة اللي فاتت شرح page 46 أو 46، والنهاردة هنبدأ نشرح page 47 أو صفحة 47، وعنوانها my labels. my labels أو ملصقاتي. الليبلز أو الملصقات طبعا دي بتبقى ورق أو مجموعة لافتات بيبقى مكتوب عليها حاجات معينة أنا عايز أكتبها أو عايز أحتفظ بيها، فدي الليبلز. الليبلز هي بتبقى أسماء لحاجات معينة مكتوبة على لافتات على ورق. المهم إن دي الليبل. الليبل دايما بيبقى يافطة أو ورقة مكتوب عليها اسم حاجة معينة أنا عايز أبقى فاكرها دايما. فهنا بيقول لنا color يعني لون، and decorate وزين the labels الملصقات. الملصقات بتاع الكلمات اللي انت شايفها قدامك دي. فاول label او اول ملصق مكتوب عليه كلمة save يعني يدخر، واحنا عرفناها الدرس اللي فات وخدناها ساعة مكان بيسألنا عن الحاجات اللي احنا عايزين نعمل فيها عملية spending او انفاق، او ان احنا نصرف فلوسنا دلوقتي ونشتريها، والحاجات اللي احنا عايزين نعمل عملية saving او ادخار علشان خاطر نشتريها بعد كده او later فيما بعد، والاشخاص اللي احنا ممكن نعمل عملية share او مشاركة معاهم للفلوس او الحاجة بتاعتنا. فهنا بيقول لنا اول label او اول ملصق مكتوب عليه كلمة save ادخار. المفروض ان انت هتزين الملصق ده، هتلونه الاول وهتديله اللون اللي انت حبه، وبعدين هتعمله عملية decorate او تزيين، تحط عليه بقى بعض الصور اللي بتزينه بيها واللي انت شايفها جميلة وبتحب ان انت تزينه بيها. طب تاني ملصق او تاني label مكتوب عليه كلمة spend يعني ينفق يعني يصرف. spend فالمفروض ان الملصق ده انت هتلونه برضو او هتعمل عملية coloring، وبعدين هتعمل decorate او تزيين للليبل ده او للملصق ده. وتالت حاجة او تالت ليبل مكتوب عليه كلمة share او يشارك. طبعا زي ما احنا عارفين هنعمله عملية coloring او تلوين، وبعد كده هنعمله decorate او تزيين. وياريت نعمل decorate ده نحط فيه صور الاشخاص اللي احنا ممكن نعمل معاهم sharing او مشاركة للحاجات اللي احنا بنحبها، زي الماني او الفلوس او الحاجات اللي احنا ممكن نشتريها بالماني او بالفلوس. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 48 او صفحة 48، وعنوانها technology can help. technology يعني التكنولوجيا، can help ممكن ان تساعد، كان يستطيع، help ان يساعد. وهنا بيقول لنا draw ارسم، align يعني خط، to match لتوصل، a simple يعني بسيط، tool يعني اداة. simple tool الاداة البسيطة اللي ما فيهاش كهرباء ما فيهاش محرك. with a newer يعني الحديث، مع الحديث technology التكنولوجيا الحديثة. that helps اللي ممكن تساعد، perform a job perform يعني يؤدي a job الوظيفة. فطبعا عندنا حاجة اسمها simple tools او الادوات البسيطة، وعندنا كمان newer technology او التكنولوجيا الاحدث التكنولوجيا الحديثة. طبعا التكنولوجيا الحديثة يا اصحابي في حاجات اتعملت علشان خاطر تبقى اسرع وتأدي نفس الوظائف اللي بتقوم بيها simple tool او الادوات البسيطة بس بشكل اسرع واقوى. تعالوا نوصلهم ببعض ونشوف ايه التكنولوجيا الحديثة اللي دلوقتي بتؤدي الوظائف اللي بتقوم بيها simple tools او
الأدوات البسيطة بشكل أحسن وأسرع وأقوى. وزي ما احنا شايفين يا أصحابي النيور تكنولوجي فيها طبعا السكرور ده أو الشنيور ده، وفيها كمان الميكسر ده أو الخلاط ده أو المضرب ده، وفيها كمان الكاتر بيلر ده أو الونش الكبير ده. دي 3 حاجات اسمها من النيور تكنولوجي أو من التكنولوجيا الحديثة. وفي عندنا سيمبل تولز زي المجرفة دي اللي بيحفروا بيها الأرض طبعا، وزي السكروور وزي السكرو ده أو المفك ده، وزي طبعا الإناء ده اللي فيه معلقة ده. دي طبعا السيمبل تولز أو الأدوات البسيطة. فالشنيور ده اللي بنخرم بيه الحاجات وبنربط بيه المسامير ده ممكن يكون حل محل ايه من السيمبل تولز اللي احنا عارفينها؟ هل يا ترى هو حل محل المجرفة ولا المفك ولا الطبق ده؟ المفك. شاطرين، المفك او السكرو ده. فنعمل هنا عملية ماتشنج او توصيل بين الشنيور والمفك ده. طيب بالنسبة للميكسر او الخلاط ده، هل يا ترى هو حل محل مجرفة ولا المفك ولا الطبق والمعلقة دول؟ الطبق والمعلقة. شاطرين، الطبق والمعلقة، هو بيخلط الحاجة بشكل اسرع. فهنعمل عملية ماتشنج بين الميكسر ده او الخلاط ده او المضرب ده والطبق والمعلقة. طب تالت حاجة الكاتر بيلر او الونش الكبير ده، هل يا ترى هو حل محل المجرفة ولا المفك ولا الطبق اللي فيه معلقة؟ المجرفة. المجرفة. شاطرين، لأنه بيحفر الأرض بشكل أكبر بكتير وبأعمق وأسرع كمان. فهنعمل عملية ماتشنج أو توصيل بين الكاتر بيلر أو الونش الكبير ده والمجرفة دي. وبكده نكون أنهينا حل البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 49 أو صفحة 49، وعنوانها My Favorite Technology. My Favorite Technology يعني التكنولوجيا المفضلة، Favorite مفضل لدي، My Favorite Technology التكنولوجيا المفضلة بالنسبة لي. فبيقول لنا هنا Draw a picture. Draw a picture، ارسم صورة. To show، لتوضح. The technology، التكنولوجيا. That helps you، اللي بتساعدك. The most أكتر من غيرها. That helps you the most، اللي بتساعدك بشكل أكبر من غيرها. فأنتوا هنا يا أصحابي هترسموا التكنولوجي اللي أنتوا شايفينها بتساعدكوا أكتر في حياتكوا وبخليكوا مبسوطين وسعداء. فممكن واحد مثلا يرسم لعبة حديثة، ممكن حد تاني مثلا يرسم تابلت بيساعده إن هو يلعب ويتعلم في نفس الوقت، ويتفرج على الفيديوهات بتاعت مستر حسام وقناة فلاش ويتعلم منها الدروس الجديدة. ممكن واحد تالت مثلا يرسم حاجة تانية. فكل واحد ممكن يرسم الحاجة اللي هو بيحبها والتكنولوجيا الجميلة اللي هو بيستفيد منها وبتساعده أكتر، أو that helps you the most، اللي بتساعدك أكتر من غيرها. وبكده نكون أنهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 50 أو صفحة 50، وعنوانها sorting. sorting يعني التصنيف. لما أجي أقولك صنف حاجة يعني عايزك تقسمها حسب نوعها، يعني تحط كل نوع لوحده. فهنا بيقولك sorting. sorting يعني التصنيف. وبيقولنا هنا write، اكتب. the letter N. the letter N يعني حرف ال N، or W أو حرف ال W. under تحت. each picture كل صورة. to identify it as، لتحددها. to identify it علشان تعرفها. as a need، كأنها need يعني حاجة من الاحتياجات الأساسية. or want أو رغبة من الرغبات الغير أساسية. فأنت هتكتب حرف ال N للنيد أو الاحتياجات الأساسية، أو ال W للونت أو الرغبات الغير أساسية أو الغير مهمة لحياتنا. write، اكتب. the cost اللي هو ال N أو ال W دول. of your items للعناصر بتاعتك. on the spaces below، on the spaces على المساحات below اللي موجودة أسفل كل صورة. فعندنا هنا 4 صور يا أصحابي.
أول صورة للفروتس والفيجيتابلز أو الخضروات والفاكهة، هل يا ترى دول needs ولا want؟ need. شاطرين، دول need. need يعني حاجة أساسية لأنها food، وfood مهم جدا لحياتنا، فهنكتب تحت منها أو هنكتب underline أو هنكتب على line below، الخط اللي موجود تحت منها letter N أو حرف ال N. طب عندنا هنا في الصورة التانية candy أو مجموعة حلوى، المفروض دول need ولا want؟ want. شاطرين، دول want أو رغبات، حاجات غير أساسية ممكن نعيش من غيرها بشكل عادي، فهنكتب هنا تحت الصورة دي أو the line below حرف ال W أو ال W letter. وفي ثالث صورة موجود عندنا مجموعة clothes أو ملابس، المفروض دول need ولا want؟ need. شاطرين، دول need لأن حياتنا من غير الكلوز أو الملابس ممكن تتأثر وما نعرفش نعيش، فهنكتب هنا letter N على line below. طب وآخر صورة يا أصحابي موجود فيها مجموعة من التويز أو الألعاب، هل يا ترى التويز أو الألعاب دي need ولا want؟ want. شاطرين، دول want أو رغبات أو حاجات غير أساسية ممكن نعيش من غيرها بشكل عادي، فنكتب في line below letter W أو حرف ال W. وبكده نكون عملنا identify أو عملنا عملية تحديد وتعريف لل needs وال wants اللي موجودة في الصور اللي قدامنا، وعملنا عملية sorting أو تصنيف لكل صورة، هل يا ترى هي need ولا هي want؟ وبكده نكون أنهينا حل البيج دي، ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 51 أو صفحة 51 وعنوانها jobs in a market. jobs يعني الوظائف، in a market اللي موجودة في السوق أو في الأماكن اللي في السوق المختلفة، طبعا منها السوبر ماركت. فهنا في علامة عين يا أصحابي أو الآي دي، الآي دي بتقول لنا هنا إن الدرس ده أو الصفحة دي مختصة بحاجة اسمها الobservation أو الملاحظة، إن احنا بنلاحظ بعنينا وبنشوف بعنينا الحاجات اللي موجودة في البيج دي، ونشوف هو مطلوب مننا ايه ونستخدم عنا ونشوفه بيها. فهنا بيقول لنا study يعني ادرس، the pictures الصور، below بالاسفل، what job اي وظيفة، does each show كل صورة من الصور دي بتوضحها. فهنا بيقول لك ذاكر الصور دي او انظر على الصور دي وشوف كل صورة ايه الوظيفة اللي هي بتوضحها. study the pictures below، ادرس الصور الموجودة بالاسفل. what job اي وظيفة، does each show كل صورة من الصور دي بتوضحها. وعندنا هنا 4 pictures او 4 صور، اول صورة فيها البنت دي او الست دي واقفة وهي بتحاسب الناس وبتحدد لهم او بتدخل اسعار الحاجات اللي هم اشتروها على الكمبيوتر اللي قدامها. المفروض دي يا اصحابي وظيفة في السوبر ماركت او في اي مكان من الاماكن اللي بتبيع الجودز دي، اسمها الكاشير. الكاشير او الشخص اللي بياخد من الناس الفلوس وبيديهم الريسيت او الوصل بتاع الشراء بتاع الجودز المختلفة. فالكاشير ده او الراجل اللي بياخد الفلوس من الناس ويديهم الجودز ويديهم كمان معاها الريسيت او الوصل بتاع الجودز دي وظيفة موجودة في الماركت، وفي كل الستورز تقريبا هتلاقي الكاشير او الشخص اللي بياخد الفلوس منك ويدي لك الايصال او الريسيت بتاع البضاعة. وفي الصورة التانية اصحابي الشخص اللي مال شايل البضاعة دي وبينقلها من المخزن للمتجر وبيشوف ان المخزن والمتجر عايزين ايه ويودلهم البضائع المختلفة، فده اسمه الشيال او البيلر او الشيال. ده المفروض ان هو موجود طبعا في المتاجر، بيشيل البضائع وبينقلها من مكان لمكان. طب في الصورة التالتة دي يا اصحابي مفروض في بنتين ماسكين الجودز او البضائع
وبيشوفوا جودتها وبيشوفوا الملاحظات بتاعتهم عليها. دول بيعملوا حاجة اسمها الجودة، بيراقبوا الجودة، بيشوفوا جودة الحاجات الموجودة، هل يا ترى هي صالحة الناس تشتريها ولا لأ. فالناس دي بتراقب الجودة، بتعمل حاجة اسمها quality assurance، quality assurance أو مراقبة الجودة. طبعا ال quality assurance أو مراقبة الجودة دي انتوا مش مطلوب منكم تحفظوا الكلمة دي خالص، بس لازم تبقوا عارفين ان في ناس بتبقى موجودة تشوف جودة الحاجات اللي في الماركت أو اللي في السوق، تتأكد منها ان هي صالحة للناس تشتريها وتستخدمها ولا لأ. فدول الناس بتوع ال quality assurance أو مراقبة الجودة، المفروض ان هم ماسكين حتى في ايدهم قلم وورق وعمالين يشوفوا جودة البضائع الموجودة في الأسواق، هل يا ترى هي صالحة ولا غير صالحة. وفي آخر سورة يا أصحابي في الست دي وهي بتقول لنا may I help you، may I help you، هل يمكنني مساعدتك. ودي طبعا المفروض ان هي seller، seller أو بياعة، بتبقى واقفة جنب الرفوف. لو انت مثلا مش عارف توصل لنوع معين من انواع الجودز بتقول لك على مكانها، لو انت مش عارف سعر حاجة معينة بتحاول تساعدك ان انت تعرف سعرها كام. فعشان كده هي المفروض ان هي واقفة بتقول لك ايه may I help you او هل يمكنني مساعدتك. وبكده احنا عرفنا الجوبس او الوظائف المختلفة الموجودة في كل صورة. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي وانهينا معاها شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب. وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.